نلاحظ جميعا هذه الأحجار تم دكها دكا دكا بسواعد أبناء أوصاب لكي تصل هذا الطريق إلى يعني إلى ما يصبو إليه أهالي هذه المنطقة، المنطقة التي حرمت لسنوات طويلة. عندما سألت عدد من المواطنين أخبروني بأنه منذ نزول أبونا آدم وهم بدون أي طريق، والآن ها أنتم ترون حجم الإنجاز في طريق يحضر جبل بطحان. خميس بطلان الصور تتحدث.